بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي طلبة الصف السادس الأحياء والتطبيقي، اليوم محاضرتنا هي المحاضرة الأخيرة بالفصل الرابع أحيائي، الفصل الخامس تطبيقي، وهو الاستطارة في الضوء. كأنما يعني كاستذكار للمحاضرة السابقة، احنا أخذنا طرائق الاستقطاب، وقلنا يعني المقصود بطرائق الاستقطاب معناته طرق استقطاب الضوء، وأخذنا طبعا طريقتين. الطريقة الأولى هي استقطاب الضوء بالامتصاص الانتقائي، والطريقة الثانية استقطاب الضوء بالانعكاس، وبينا عدة أمور في الطريقتين. لكن أنا راح أذكر في ملاحظة حول مصطلح نسميه بزاوية بروستر، بعدين أنتقل إلى موضوع الاستطارة. زاوية بروستر كاستذكار لكم، اللي يرمز لها برمز ثيتا بي، يمكن تعريف هاي الزاوية عن طريق رسم. كأنما احنا تعاملنا مع الاستقطاب بظاهرة الانعكاس، يوجد سطح فاصل كسطح الماء او المرايا، وعندنا ضوء غير مستقطب. هذا الضوء غير مستقطب يعني مجالاته تكون باتجاهات عدة. ضوء غير مستقطب راح جزء من عدة ينعكس، نسميه ضوء منعكس مستقطب كليا، وعند جزء من عدة راح ينكسر، نسميه ضوء منكسر مستقطب جزئيا. طبعا المجالات راح تكون بهالكيفية، يعني مستوى الاستقطاب. أنا رسمت حتى أقدر أعرف زاوية بروستر. زاوية بروستر أو زاوية بروستر بالأصح، زاوية بروستر هي زاوية سقوط، لاحظوا ياي، الضوء غير المستقطب على من؟ على السطح العاكس أو السطح الفاصل، وعندها يكون الضوء المنعكس مستقطبا كليا. ماذا يعني مستقطب كليا؟ أي لا توجد مجالات عشوائية، وإنما فقط توجد مجالات شنو؟ باهتزازها يكون بمستوى واحد فقط. وإن الشعاع المنعكس مستقطبا استوائيا كليا ومتعامد مع الشعاع المنكسر المستقطب جزئيا، أي أن الزاوية بينهما شقد؟ 90 درجة. خلص، هذا يخص تعريف زاوية شنو؟ بروستر. طبعا هنالك شروط لكي يعني ممكن ناخذ السؤال بالصيغة التالية، سؤال متى تكون زاوية السقوط مساوية إلى زاوية بروستر؟ شو وقت تكون زاوية السقوط تساوي زاوية بروستر؟ يعني ها وياها ثيتا بي. إن الشرط الأساس لكي تكون فيه زاوية السقوط تساوي زاوية بروستر، يجب أن يكون الضوء المنعكس مستقطبا استوائيا كليا ومتعامد مع الضوء المنكسر المستقطب جزئيا، أي أن الزاوية بين الضوء المنعكس والضوء المنكسر 90 درجة. وعند هذا الشرط نحصل على زاوية ماذا؟ نحصل على زاوية معينة تسمى بزاوية شنو؟ بروستر. هاي فد ملاحظة حبيت أبينها حتى أنتقل إلى موضوع اليوم، اللي هو شنو؟ الاستطارة في الضوء. كأنما كلمة استطارة معناتها حيود من نوع خاص، وإحنا قلنا إن الحيود هي عملية شنو؟ عملية تشتت الضوء، عملية انحراف أو انعطاف الضوء. لذلك قبل ما أجي أتناول التعريف الاستطارة واللي هو سؤال وزاري، راح تعطف السؤال راح يبين لي شنو معنى استطارة في الضوء. السؤال بالصيغة التالية، سؤال كيف تحصل الاستطارة في الضوء المرئي كضوء الشمس؟ طبعا هذا السؤال راح يبين لي كل موضوع الاستطارة. كيف تحصل الاستطارة في الضوء المرئي كضوء شنو؟ كضوء الشمس. طبعا احنا نعرف
لكي تتحقق حالة الاستطارة لابد من وجود شرطين أساسيين. الشرط الأول لابد من وجود مصدر ضوئي كضوء الشمس، الضوء الأبيض. اثنين، لابد من وجود وسط، وهذا الوسط يحتوي على جسيمات كالغلاف الجوي. إذن يمكن الإجابة عن هذا السؤال، بعدين أجي أفسر الإجابة مالته، كيف تحصل استطارة في الضوء المرئي كضوء الشمس؟ الجواب عنده مرور الضوء المرئي كضوء الشمس قلنا خلال الغلاف الجوي الذي يحتوي على جزيئات وجسيمات معينة، فالأطوال الموجية ذات الطول الموجي الأقصر تستطار بمقدار أكبر عند اصطدامها في تلك الجزيئات. أما الأطوال الموجية الأطول يعني الأكبر فإنها تنفذ دون أن تستطاب. هذا فالجواب بسيط إلى هذا السؤال. أنا راح أفسره بشكل آخر، كيف تحصل استطارة في الضوء المرئي كضوء الشمس؟ قلنا الاستطارة معناتها حالة حيود، يعني حالة تشتت، حالة انعطاف عند مرور الضوء المرئي خلال الغلاف الجوي. احنا نفهم ان الكرة الأرضية حيط بها غلاف جوي، وهذا الغلاف الجوي يتكون من مجموعة من الغازات، غاز النيتروجين، غاز الأكسجين، وكذلك يحتوي على جزيئات غبار، وان هذه الجزيئات عندما يصطدم بها الطول الضوء المرئي ذات الاطوال الموجيه فانها تتشتت، اي تنحرف، اي تنكسر، اي تنعكس. وبالنتيجه اذا كان قطر اللي هو قطر الجزيئه اصغر أو يساوي الطول الموجي للضوء المصطدم بهذه الجزيئة فإنه يستطار أن يتشتت. يعني أفرض عندي هاي الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي، هاي جزيئة وسقط عليها ضوء، طبعا هذا نسميه ضوء شنو؟ مرئي. عندما يكون قطر هذه الجزيئة يساوي أو أصغر بقليل من الطول الموجي للضوء المصطدم بها فإن الضوء إيش راح يصير بيه؟ راح يستطاط بمقدار شنو؟ كبير. لذلك إيش راح يصير عندي هنا؟ لاحظ أن الضوء الأزرق عندما يصطدم بهذه الجزيئة واللي طول الموجي قصير فإنه يستطاط، هكذا راح يصير بيه؟ راح ينعكس، راح ينكسر، يستطاط بمقدار أكبر. أما الضوء الأحمر، هذا الضوء الأحمر راح ينفذ، الضوء الأحمر ينفذ دون أن يعاني استطارة، أو استطارته ايش راح تكون؟ راح تكون قليلة. إذن أعيد هذا الموضوع شوية لأنه مهم جدا. احنا قلنا أن الغلاف الجوي يحتوي على جزيئات وجسيمات وغازات وجزيئات غبار، فعندما يصطدم بها الضوء المرئي، والضوء المرئي يتكون من أطوال موجية مختلفة، عندي أطول طول موجي وعندي أقصر طول موجي. أطول طول موجي هو الضوء الأحمر، وأقصر طول موجي هو الضوء الأزرق. عندما يصطدم الضوء الأزرق بهذه الجزيئة واللي القطر مالتها دي يكون مساوي أو أقل من الطول الموجي للضوء الأزرق فإن الضوء الأزرق يستطار أن ينكسر، ينعكس، أن يتشتت. أما الضوء الأحمر اللي طول الموجي كبير فبالنتيجة راح ينفذ من هذه الجزيئة دون أن يعاني أي استطارة. لذلك مفهوم
الحقيقة أن السماء لا لون لها، الكل يعتقد أن السماء لونها أزرق، في حين أحنا السماء تظهر بألوان مختلفة، مرة السماء مظلمة، مرة السماء بلون أحمر أو برتقالي، مرة السماء بلونها الأزرق. حقيقة الأمر أن السماء لا لون لها، لذلك بسبب ظاهرة الانعكاس أو الانكسار تظهر السماء بألوان مختلفة. أنت بالنهار شو تشوف السماء؟ نرى السماء في النهار زرقاء، لماذا؟ بسبب استطارة الضوء الأزرق. أما عند الغروب أو الشروق نرى السماء بلونها الأحمر أو البرتقالي. ليش نشوف السماء بلونها الأحمر أو البرتقالي وقت الغروب أو الشروق؟ لأن استطارة الضوء الأحمر شو تكون؟ قليلة، بالنتيجة راح تصل إلى العين حسب مدى كبير أو ديستانس، المسافة شنو؟ بعيدة. هذا ما يخص هذا السؤال. أجي إلى ما المقصود في الاستطارة، واللي هو طبعا سؤال وزاري. سؤال: ما المقصود بالاستطارة؟ الجواب، هذا طبعا الجواب النموذجي الوزاري المعتمد. الاستطارة معناتها عملية تشتت الضوء الأبيض كضوء شنو؟ الشمس، الذي تتراوح أطواله الموجية بين 400 نانومتر إلى 700 نانومتر. لاحظوا يا شوف، من 400 نانومتر إلى 700 نانومتر الأطوال الموجية اللي قاعد نتعامل معها، من الأحمر إلى شنو؟ الأزرق. الأطوال الموجية من 400 إلى 700 نانومتر هي عملية تشتت الضوء الأبيض كضوء الشمس، اللي تتراوح أطوال الموجية من 400 بين 400 إلى 700 نانومتر. بالنتيجة ايش راح يصير؟ فالضوء الأزرق يستطار بمقدار أكبر. معنى يستطار بمقدار أكبر أنه ينتشر، يتشتت في الفضاء في السماء بمقدار شنو؟ كبير. وإن شدة الاستطارة تتناسب عكسيا مع الأس الرابع للطول الموجي. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ معناته خل أكتبها هنا، شدة الاستطارة، شدة الاستطارة تتناسب عكسيا مع الأس الرابع للطول الموجي. هذا ما يخص تعريف الاستطارة في الضوء. أعيد: المقصود بالاستطارة هي عملية تشتت الضوء الأبيض كضوء الشمس، الذي تتراوح أطواله الموجية من 400 نانومتر إلى 700 نانو شنو؟ متر. فالضوء الأزرق استطار بمقدار أكبر، وأن شدة الاستطارة تتناسب، هاي شدة الاستطارة تتناسب عكسيا مع الأس الرابع للطول الموجي. هنالك بعض الأسئلة من قبل الطلاب: احنا قاعد نستخدم داخل الغرف هاي ضوء أبيض، لماذا لا يستطار هذا الضوء؟ يعني ليش ما يصير الضوء مال هاي الغرفة أزرق أو أحمر؟ كأنما احنا قاعد نتعامل مع الاستطارة مع جسيمات وجزيئات قطرها أقل أو يساوي الطول الموجي للضوء اللي ينفذ، وقاعد نتعامل مع غلاف جوي، والغلاف الجوي قلت لكم يتكون من مجموعة من الغازات، غاز النيتروجين، غاز الأكسجين، وكثير من دقائق الغبار. فهاي هي التي تسمح أن تكون الاستطارة بمقدار شنو؟ كبير، لا تتوفر في الأماكن شنو؟ المغلقة تقريبا. إذن هذا تعريف المقصود أو الاستطارة. أجي إلى تعليلين، والتعليلين وزاريين ما به المجال. السؤال الأول: علل. نرى السماء بلونها أو باللون الأزرق نهارا. فالسؤال منطقي، يقول ليش نشوف السماء بالنهار باللون الأزرق؟ الجواب:
قل له وذلك بسبب ظاهرة شنو؟ الاستطارة، حيث أن شدة الاستطارة تتناسب عكسيا مع الأس رابع للطول الموجي، وبما أن الطول الموجي للضوء الأزرق شو يكون؟ قصير، فبالتالي لذلك تكون استطارته شنو؟ كبير. إذن إن سبب رؤيتنا للسماء زرقاء بالنهار بسبب ظاهرة الاستطارة، حيث إن شدة الاستطارة تتناسب عكسيا مع الأس الرابع للطول الموجي، وإحنا فهمنا أن الطول الموجي للضوء الأزرق شو يكون؟ صغير، فشدة استطارته شو راح تكون؟ عكسية، راح تكون شدة الاستطارة كبيرة، لذلك نرى السماء بلونها الأزرق. أجي للسؤال الثاني أيضا تعليل وزاري، سؤال علل. نرى السماء وقت الغروب والشروق بلونها الأحمر والبرتقالي، يعني وقت الغروب والشروق إيش قلنا؟ قلنا نرى السماء طبعا مع الأفق مع الشفق، نرى السماء بلونها الأحمر والبرتقالي. ليش نشوف السماء وقت الغروب بلونها الأحمر والبرتقالي؟ الجواب قلنا بسبب ظاهرة الاستطارة، وذلك بسبب ظاهرة الاستطارة، حيث أن الضوء الأحمر يستطار بمقدار قليل فيصل إلى العين. الضوء الأحمر شوف لاحظوا هنا يما راح يصطدم بالدقائق الموجودة بالغلاف الجوي، بما أن الطول الموجي له كبير ما راح يتأثر بقدرة الجزيئة، بالنتيجة ايش راح يصير بيه؟ راح ينفذ، لذاك راح يصل إلى العين قبل الضوء الأزرق، بالنتيجة راح أشوف الشمس أو الأفق شنو؟ الأفق بلونه الأحمر أو البرتقالي. طبعا هذين التعليلين مهمات جدا. أجي إلى السؤال الآخر واللي هو أيضا من الأسئلة المهمة، كذلك علل. طبعا أنتم تشوفون دائما الأبراج مع المراقبة، أبراج المراقبة خاصة بالملاحة الجوية يخلون مصابيح ذات طول لون أحمر أو ضوء أحمر، حتى أبراج الأنترنت الموجودة السهاي فوق العمارات فوق السطوح شي يخلون ضوء أحمر. يعني السؤال راح يكون بالشكل التالي، سؤال هكذا علل، يستخدم الضوء الأحمر كإشارة خطر بلا ترافيك لايت، الضوء الأحمر خطر قف يعني معناته في الأبراج مثل ما قلت لكم أبراج خاصة الملاحة مات الطيران شو يستخدمون؟ يستخدمون الضوء الأحمر. ليش نستخدم الضوء الأحمر؟ نستخدم الضوء الأحمر الجواب وذلك لقلة استطارته. ها الضوء الأحمر ايش بيه؟ قل استطارته. ليش؟ لأن طوله الموجي شو يكون؟ كبير، وإذا الطول الموجي كبير لاحظوا وياي شدة الاستطارة ايش راح تكون؟ قليلة، لأن تناسب عكسي، فيصل إلى مديات بعيدة، فيصل إلى شنو؟ مديات بعيدة. لاحظوا أنتم جربوها بحياتكم اليومية، نشوف الترافيك لايت بالضوء الأحمر راح يصل إلى العين بسرعة، حتى لو كنت على مسافة بعيدة من الترافيك لايت، على عكس الضوء الأخضر أو الضوء شنو؟ الأصفر. إذا يستخدم الضوء الأحمر كإشارة تدل على الخطر، وذلك لقلة استطارته، لأن طوله الموجي شنو؟ كبير،
فاستطارته ايش راح تكون؟ قليلة، والنتيجة يصل إلى العين شنو؟ بسرعة. يعني إلى مدات بعيدة راح تتأثر بالعين. هذا مجمل ما موجود بالاستطارة، ملخص مفيد إلى هذا الموضوع. معنى كلمة استطارة معناته حيود، لكن حيود من نوع خاص. واحنا فهمنا أعزائي الطلبة إن الحيود هو عبارة عن عملية انعطاف أو انحراف الضوء عن مساره. بما أن الضوء يسير بخطوط مستقيمة، فعندما تصطدم أو يصطدم هذا الضوء بجزيئات الوسط، أي وسط قاعد أتكلم عنه؟ الغلاف الجوي، يحصل لهذه الموجات الضوئية انحراف، انعطاف، تشتت، استطارة هكذا. فإذا كان الطول الموجي للضوء المصطدم بهذه الجسيئات، هذه الجسيمات قصير، فإن استطارته كبيرة. ليش؟ لأن حسب القانون العام شدة الاستطارة تتناسب عكسيا مع الأس الرابع للطول الموجي، أي كلما كان الطول الموجي قصيرا كالضوء الأزرق كانت استطارته ماذا؟ استطارته كبيرة. أما الضوء الأحمر أو البرتقالي فإن الطول الموجي له ماذا؟ كبير. وحسب هذا القانون إذا كان الطول الموجي كبير فشدة استطارته ستكون قليلة. وهذا يفسر لنا سبب تلون ريش بعض الطيور بألوان زاهية نتيجة استطارة عندما يسقط الضوء الأبيض شنو عليه. أجي إلى فد موضوع موجود عندكم بالمسائل اللي هو الزاوية الحرجة. خلينا نجي ناخذ تعريفها وقانونها. سؤال: ما المقصود بالزاوية الحرجة؟ شنو معنى الزاوية الحرجة؟ جواب: الزاوية الحرجة طبعا انتوا درستوها صف رابع، الزاوية الحرجة اللي ارمز لها برمز تيتا صب سي. الزاوية الحرجة هي زاوية السقوط في الوسط الأكثف ضوئيا والذي يكون زاوية انكساره قائمة في الوسط الأقل كثافة. يوم راح أرسم تفهم التعريف كأنما قاعد أتعامل مع وسطين شفافين، هذا أقل كثافة وهذا وسط شنو كثيف. يعني أفرض عندي وسط هنا هواء مثلا، وعندي هنا زجاج أو شنو ماء. هذا العمود المقام وهو عمود انفض وهمي. ما المقصود بالزاوية الحرجة؟ هي زاوية السقوط. لاحظوا يا شوف، هي زاوية السقوط يا وسط في الوسط الأكثر ضوئيا من الوسط الكثيف الماء. إذن بهالشكل، وهذا السهم هذا نسميه شعاع شنو ساقط، والتي يكون أو يقابلها زاوية انكسار قائمة في الوسط الأقل هذا 90 درجة، في الوسط الأقل كثافة اللي منه هو الهواء. وين ثيتا سي؟ هاي ثيتا سي، ثيتا صب سي. شو نسميها؟ بالزاوية الحرجة، هي زاوية السقوط الضوء في الوسط الأكثر ضوئيا، والتي تكون زاوية انكسارها قائمة في الوسط الأقل كثافة. إن القانون العام للزاوية الحرجة وهو بالشكل التالي: إن معامل انكسار الوسط، لأن قاعد أتعامل مع وسطين شفافين، يساوي لنا 1/sin θc، 1/sin θc، حيث
أن تمثل شنو؟ أن تمثل معامل انكسار الوسط. ثيتا سي تمثل الزاوية الحرجة. هذا مجمل ما موجود لحد الآن يعني بالفصل. أنا رحت أحل مسألة، أنا حليت طبعا قبل مسائل، رحت أحل مسألة تخص هذا القانون وتخص قانون بروستر. تذكرون قانون بروستر N equal tan theta P. هذه المسألة راح تربط، اللي راح أعطيها مسألة منهجية طبعا، راح تربط بين قانون بروستر وقانون الزاوية شنو الحرج. السؤال موجود طبعا عندكم بالمنهج، سؤال بالشكل التالي راح تكتبه على الصبورة ونحله. طبعا هو سؤال رابع، السؤال الرابع اللي موجود طبعا بالمنهج كتاب. اذا كانت الزاوية الحرجة للأشعة الضوئية لمادة العقيق الازرق المحاطة بالهواء، يعني معطيك زاوية الحرجة اللي بيش تتمثل ثيتا صب سي 34.4 دقري، احسب زاوية الاستقطاب. طلاب اعزاء الطلبة، المقصود بزاوية الاستقطاب هي زاوية بروستر، يعني ثيتا شنو بي هاويها. ثيتا بي هي زاوية بروستر والتي تمثل زاوية استقطاب الضوء. اذا يم يقول احسب زاوية الاستقطاب، كون تعرف ان زاوية الاستقطاب شو رمز لها؟ ثيتا صب بي اكوال استفهام عندنا، يقول علما معطيك هنا استفد، واكيد لازم احنا نحتاج مثلا معطيك ساين، ساين 34.4 يساوي لنا 0.565. بعد الاستفد الثاني تان 60.5 دقري اكوال 1.77. شو يريد من عندنا؟ يريد ثيتا بي. طبعا انت تعرف الثيتا بي وين موجوده؟ موجوده في قانون بروستر، على اساس ان ان يساوي لنا تان ثيتا بي. هذا القانون اللي من خلاله نستخرج شنو؟ زاويه الاستقطاب. مشكلتنا بمن؟ بان معامل انكسار الوسط. بما انه معطينا زاويه حرجه، اذا يمكن استخراج قيمه ان من قانون الزاويه الحرجه، على اساس ان ان 1 على ساين ثيتا صب سي معامل انكسار الوسط يساوي لنا مقلوب الزاويه ساين الزاويه الحرجه. يستلزم ان ان اكوال 1 اوفر ساين ثيتا سي. ايش قد معطينا اياها؟ طبعا ايش قلنا؟ هي الزاوية الحرجة، وهاي زاوية الاستقطاب. زاوية الاستقطاب يعني زاوية بروستر. خلاص ساين 34.4 دقري. شوف هنا انتبه، معطيك استفد ساين 34.4 شو يساوي لنا؟ ويساوي 1.0565. طبعا هذا نقدر شو نقول؟ نقول يساوي لنا ألف على 565. يوم نجي نقسم راح يصير عندي ان يساوي لنا يعني اكيد بها 1.77. شو استخرجت؟ استخرجت قيمة شنو؟ استخرجت قيمة ان. وين اعوضها؟ اعوضها بقانون بروستر. ان تان ثيتا بي راح تكمل هنا هاي التكملة، ان تان ثيتا بي ان يساوي تان ثيتا بي. ان ايش قد استخرجته؟ تان ثيتا بي اكوال 1.77.
هنا أجي للاستفد، شلون أتعامل مع الاستفد؟ أنا استخرجت تان ثيتا بي شي يساوي لي أن، شقد قيمة أن؟ 1.77. هنا اللي عليك تسوي الخطوة التالية، نجيب الاستفد نخليه تحت الناتج تان 60.5 ديجري أكوال 1.77. شلون استخرج الناتج؟ طريقة بسيطة، المتشابهات أوت خلاص. إذن ثيتا بي ايش راح يساوي لي؟ إذن ثيتا بي يساوي لنا 60.5 ديجري. هذا ما يخص هذا السؤال اللي هو طبعا سؤال خاص جدا وأعطاني عنوان جديد اللي هو نسميه الزاوية الحرجة. أعزائي الطلبة، بالنسبة إلى الفصل الرابع أحيائي، الفصل الخامس تطبيقي، يعني إن شاء الله إن كمل المحاضرة القادمة راح أبدأ بسلسلة محاضرات مراجعة مركزة لمادة الوزاري، فانتظرونا في المحاضرة القادمة إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم.